حقيقة اليوم أنا تفاجأت حقيقة في استقبال القادمين على رحلة صنعاء، أنه استقبال أو تعامل لأول من نوعه، يعني هو عدم ختم الجواز الدخول، كأنهم جاءوا من الطائف، كأنهم جاءوا من المدينة المنورة، كأنهم جاءوا من الرياض، عاملوهم معاملة يعني عملوا معاملة مبادرة الطريق إلى مكة. نعم، عملوا معاملة يعني حسنة، تشكر كل الجهات المعنية التي نظمت في استقبال هذا الفوق القادم من صنعاء، ووزارة الحج والعمرة، وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية. حقيقة اليوم أنا تفاجأت حقيقة في استقبال القادمين على رحلة صنعاء، أنه استقبال أو تعامل لأول من نوعه، يعني هو عدم ختم الجواز الدخول، كأنهم جاءوا من الطائف، كأنهم جاءوا من المدينة المنورة، كأنهم جاءوا من الرياض، عاملوهم معاملة يعني عملوا معاملة مبادرة الطريق إلى مكة. نعم، عملوا معاملة يعني حسنة، تشكر كل الجهات المعنية التي نظمت في استقبال هذا الفوق القادم من صنعاء.